في كتاب التاريخ صفحة 12 جاب صورة لمعركة سوبا وسماها بخراب سوبا، واللي المعركة كانت بين سلطنة الفونج الإسلامية ومملكة علوة المسيحية، والصحيح إنه نسميها النصرانية ما المسيحية، لكن في الكتاب كله مسمينا المسيحية. أنا دايكم تلاحظوا لحاجات معينة. الحاجة الأولى خطأ فني مهني تعلق بالمناهج. المعركة دي اتكلم عنها فوق من الصورة شوية، وإنه أصلاً دي كانت مملكة علوة المسيحية، وهجموا عليها ملوك دولة الفونج اللي هو ناس عمارة دونجوس وعبد الله جماع، التحالف بين الفونج والعبد الله، وهم كانوا مسلمين وهجموا على مملكة علوة ودمروها بالكامل. ومملكة علوة المدمرة اللي قدامكم دي مملكة نصرانية أو مسيحية زي ما بسموها هم. لاحظوا في الصورة هناك في شنو؟ في مسجد، صح؟ في مسجد في الصورة. هل المسيحيين عندهم مساجد؟ دي لخبطة، دي من ناحية مهنية غلط. من ناحية ثانية عقدية، هو داير يلصق الوحشية بالإسلام. عشان كده لما نصور المسجد ده دار يربط بين الصور الوحشية اللي قدامكم، ناس ميتين مجرحين وناس راكدين في الأرض ومبشتنين، دار يربط بينه وبين المسجد الوراها ده عشان يلزق في ذهن التلميذ الصغير إنه المسجد ده مربوط بشنو؟ بالوحشية اللي قدامه، رغم إنه مملكة علوة ما مفترض يخد فيها مسجد أصلا لأنها مملكة نصرانية مسيحية. شفتوا؟ ده إشكال يدل على عدم مهنية الرجل. طيب، وفيه استعطاف للتلاميذ تجاه النصرانية والمسيحية، إنه ناس كتلوهم وبشتنوهم.